حياكم الله أعزائي المشاهدين والمتابعين، بالتحديد في سلطنة عمان، وبالتحديد بالذات في صلالة، لأن صلالة معروفة هي الثوب الأخضر للخليج، وفي الذات بهالوقت هذا أنا موجودة في مهرجان صلالة السياحي. واو واو واو. بدال ما نروح برا ودول أوروبا، تعالوا شوفوا صلالة وشوفوا الخضار اللي في صلالة. يا زين صلالة ويا حلات صلالة ويا زين أهل صلالة وعمان كلهم. أنا وايد مستانسة أن أنا اليوم موجودة في المهرجان، لأن من زمان محاضرة، صار لي تقريبا سنتين أو ثلاث، لكن أنا وايد سعيدة جدا جدا أن هالسنة دعوني مهرجان صلالة. طبعا لبيت الدعوة، خصوصا أن أنا قاطعة تقريبا صار لي سنتين ثلاث سنين من زمان مياية، بس الأجواء والأهل والشعب أهوى أهوى. يا زينك يا صلالة ويا حلاتك، نطروني في ليالي المهرجان وبالذات في ليلة نجوم. مو تنسون تابعوني على تلفزيون سلطنة عمان.